اكثر من 100 سنه المكان قاعد بيعمل حلاوه جبن ترويقه. اه والله صار اشطر. اسم الفطور عندهم ترويقه، ملك الصفيحه ترويقه، ملك السمك الحرك ترويقه. اكلها ولا احضنها ترويقه. اعطوهم جائزه نوبل للسلام. اهلا وسهلا فيكم، من وين ما كنتوا وين ما كنتوا اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقه اليوم احنا وين؟ سماء. المطبخ اللبناني والمطاعم اللبنانية هي أكثر مطبخ عربي انتشر في العالم كلياته، ما في دولة بنروح عليها إلا بنلاقي فيها مطاعم لبنانية وغالبا بناكل عندهم. هاي المطاعم أكيد أصلها من لبنان لكنها كبرت وانتشرت وطلعت لبرا لبنان لنصح لها فرصة. جايتنا هون على لبنان مش عشان ناكل في هاي الأماكن الكبيرة والمعروفة والمشهورة، لا لا لا، جايين هون نبحبش وندور على الأشياء الشعبية التقليدية اللي بياكلوها أولاد البلد نفسهم. ما صح لها فرصة أنها تطلع وتوصل لأماكن تانية لكنها الأصل هون. طبعاً توصل على بيروت الصبح ما بتروح تريح، تبدأ أكل من بدري لأنه ورانا كتير اليوم. بدنا نيجي من على طول من المطار ونفطر عند السوسة. بك يا ميت أهلا وسهلا، نورتنا أنت بجي. الله يسعدك. وبنبسط بكل واحد بيحكي بأصله بيعرف طعم التم وقد ما كان مجيتك عزيز كتير علي. الله يسعدك. عندي هون ثلاث أشياء كل واحد فيهم أهم من الثاني وأخطر من الثاني، بس أول شغلة نبلش فيها طبعا الفتة. والله بعز على الواحد إنه هذا صحن فتة ولا الواحد اكله في حياته قبل هيك، صح؟ يعني اي واحد عليه شيء يحكي عن الخبز ولا عن اللبن ولا عن الحمص اللي محطوط تحت ولا عن الطشه اللي بالصنوبر واللوز هاي اللي فوق. طيب لساتنا في اول صحن، لسه الواحد طريقه طويله. صحن الاورما بالبيض. طبعا شو هي الاورما؟ بس عشان نكون متفقين على الموضوع من البدايه، لحمه مخزنه بفات محفوظه بالدهنه، بعدين بتنشال بتنحط طبعا في المقلاي وبنحط عليها بيض. هذا مش بيض، البيض بطل بيض. البيض لما ينطبخ بفات اللحمة بالدهون تاعت اللحمة بطل بيض، صار أشطر. صار أشطر. والله صار أشطر. يسلم ودياتك. طيب نفوت في بيض الغنم الحين. بيض غنم يعني إيش بدنا نقعد نشرح فيه؟ بيض غنم مشرح وبعدين مقلي مع مع أشياء بسيطة زي بصل وبندورة، وبالأخير هاي أهم شغلة اللي بتنحط اللي هي طشة الليمون والخل وهاي الأشياء. يا ساتر يا ساتر على المرقة اللي مطبوخ فيها بيض الغنم، المية اللي نزلت من بيض الغنم على الأشياء اللي انحطت هاي، بتغمسها هيك بتشربها بالخبز بطريقة لا وأحلى إشي. قال أنا بحكي يلا جاي بيروت بدي أدلع حالي، ندلع حالنا بالأكل في بيروت. أول صحن من الدلع طلع لنا لحمة بدهنتها هاي القورمة وبيض غنم لا لا، شكلها الحلقة اليوم مولعة، الحلقة اليوم مولعة ولسه قدامنا كتير كتير كتير. وهنا بيروت. لا 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 لحظة، ما حدش يحسب علينا السوسة فطور، يعني عقد ما المكان زاكي وعلى العين والراس، لكن هذا المرحبا، هذا ويلكم تو لبنان. هي هاي السوسة من المطار لهناك زي ما حكينا. الحين بدنا نفطر الفطور اللبناني الشعبي التقليدي للأشياء اللي الناس تفطرها في بيوتها. كيف رح نوصل لهاي الشغلة؟ رح نفطر في مكان مش عارف لا هو مطعم ولا هو بيت، إشي في النص اللي هو خوليو. بيض، فول، كبدة، حمص باللحمة مسبحة، وأهم صحن والصحن اللي أنا يعني بصراحة هو هذا اللي جابني، صحن شرحات لحمة مطفية بالبندورة، ولا صحن الكبدة. الكبدة هاي اللي بسموها سودة، أو أنا في لبنان بسموه الكبدة سودة، ما فيهاش كتير اختراعات، بسيطة، لكن وين الشغل كلياته؟ إنه بيجيب لك صحن دبس الرمانة تغمس فيه الكبدة. يعني بالعادة ناس والله بطبخ لك إياها بدبس الرمان، لا هون مطبوخة لحالها وأنت بتاخد اللقمة وبتغمسها بدبس الرمان. بعدين على فكرة هذا النعنع مش محطوط هيك للزينة، هذا النعنع بنقص وبنحط جوا الخبزة اللي هاي الخبزة بدنا نعمل فيها لقمة مسبحة. كل لقمة الواحد قاعد بأكلها من البيض على بساطة، بيض مش أكثر من بيض، حمص باللحمة المسبحة، هاي شرحات، هاي عالم تاني. الزيتون، الفول بالخلطة اللبنانية وبالبصل وبالبندورة، كل إشي قاعد بحسس الواحد إنه قاعد باكل في البيت. ما أظنش في إشي أعلى كون قاعد في مطعم، أعلى إشي ممكن يوصل لك إياه هذا المطعم إنه يحسسك إنك أنت قاعد تاكل في البيت. هذا بالضبط اللي إحنا قاعدين بنشوفه هون، خوليو. قبل الحين ما نطلع من هاي المنطقة اللي هي منطقة الأوزاع اللي فيها خوليو، بدنا ناكل صفيحة بعلبكية. من الآخر بدنا ناكل صفيحة يا جماعة، هون موجود ملك صفيحة أيادي بعلبكية، زلمة أصله من بعلبك
وفاتح الفرن تبعه هنا في بيروت اللي هو فرن صفوان. سلام على الروايح. هاي هي الصفيحة البعلبكية وهاي لحمة بعجينة. هسا بنخلي لحمة بعجينة هنا هيك على جنب شوي، هذا الاشي اللي احنا جايين عشانه. والله ما انا عارف اتكلم، مش عارف اوقف الحبات صغيرة هيك بتتاكل لقمة على السريع. روعة 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 روعة، العجينة بتجنن. طيب الحين عندي هاي اللحمة بعجينة. لحمة بعجينة طبعا موجودة في كل دول الشام، حتى موجودة في تركيا، اشي كتير معروف. العامل المشترك بين كل هاي الدول انه كيف او ايش بيشربوا مع اللحمة بعجينة؟ لبن. لازم لحم بعجين، يعني تاكل لقمه وتتبعها بلبن على طول. اجا وقت الغداء يا جماعه، كم افطرنا؟ ثلاث مرات يمكن اليوم، بس معلش ما يقول لي جاع لبنان بده يفطر مره واحده. اكيد بيفطر مره ومرتين وثلاثه. بعدين شوف اسم الفطور عندهم، ترويقه. ترويقه، شوف الدلع والحب، وتحس حالك هيك قاعد ومبسوط ومروق. ترويقه. المهم بنرجع للغداء. الحين الغداء تبعنا راح نتغدى سندويشه، اعتقد انه كل الشعب العربي بيحبها، من المحيط الى الخليج ومن البحر الى النهر ومن فوق لتحت، الكل بيعشق سندويشه الشاورما. لبنان طبعا معروفه انه فيها اماكن بتعمل سندويشه شاورما بتخوف، اماكن هنا فايزه باطيب سندويشه شاورما في العالم. اكيد مش رح نروح على الاماكن المعروفه هاي، مبروك عليها الجوائز، لكن احنا بنبحبش بندور على اماكن مش كتير معروفه. وصلت لكونسبت جديد بالشاورما هنا موجود في لبنان في بيروت، محل اسمه مانو. اخترع سندويش، عفوا مش اخترع سندويش شاورما جديده، اخترع سيخ شاورما جديد. شاورما سجق بالضبط، هذا اللي شفناه قبل شوي هو السيخ شاورما معمول من لحمه سجق. طيب قبل ما نفوت في السيخ وفي اللحمه وفي الكذا، كيف الباك جراوند؟ بالله عليكم كيف الباك جراوند؟ الواحد يكون قاعد باكل سندويشته وراه ثلاث سيخ شاورما هيك قاعده تتراقص على انغام الدهنه والقص والسكاكين وال... يا بي ايش اللي بحب بسيخ الشاورما؟ القصه تبعته، تحميصه تبعته، هو هذا اللي موجود هون بس بنكهه سجق وبهارات سجق وبهارات ايش؟ تاكل سجق عند الارمن، يعني قاعد تاكل السجق الصح. اعطوهم جائزه نوبل للسلام على الاختراع هذا. هذا اختراع ياخذ جوائز عن جد. سندويشه اللحمه قاعد طلع هيك بتلاقي سندويشه الشاورما بتبتسم لها. هي مبتسم لك فانت بترد لها الابتسامه على طول، فالواحد موجود هون وشايف سيخ الشاورما قاعد بيلعب وراه، اكيد راح نطلب سندويشه شاورما. لا واللي بورجيك انه ناس فاهمين السندويش الشاورما، فاهمين كيف تنعمل، فاهمين اصولها. اللحمه والدجاج حشوات مختلفه، مثلا سيخ اللحمه ما بنحط عليه تومه، بنحط عليه طحينه، الدجاج اللي بنحط عليه تومه، صح ولا لا؟ قبل ما اجي على لبنان سالت على انستغرام عندي شو بتنصحوني اكل في لبنان؟ كثير اجتني تعليقات، لكن في محل هيك يعني كثير ناس نصحوني فيه لدرجه انه قلت لازم اروح اجرب هذا المكان، لا وخصوصا مش بس قالوا لي والله تعال، هو المحل اسمه صفصوف حلويات صفصوف، مش بس قالوا لي تعال عليه، لا تعال عنده وكل عنده معمول المد بالقشطه. يعني انا جاي هون عشان هذا معمول المد اللي بقشطه، صار عندي معمول بجوز وبفستق وصفوف ونموره و... المهم ندلع حالنا، مش غلط مش غلط، ندلع حالنا. بنفوت في اول شغله واهم شغله اللي هي معمول المد. واو مش واو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مش من قلي هاي الصواني اللي ورانا وقفنا يمكن 10 دقائق صار نبدل صينيتين، ومش من قلي اغلب الناس اللي هنا في بيروت قالوا لي لازم تجرب هاي الشغله عن جد. بعدين في عنصر مفاجئ، مش مفاجئ، في عنصر مباغته كمان، في فستق في النص، يعني الواحد في عنده عجينه معمول من فوق ومن تحت، في النص في قشطه، وعلى اطراف هاي القشطه من فوق ومن تحت جنب العجينه في عندك فستق حلبي مطحون. اكلها ولا احضنها؟ يا ساتر على الاختراعات اللي الواحد قاعد بلاقيها في البلد. طيب اكلنا وتحلينا، بس بكفيش يا جماعه، في شيء اسمه حلاوه جبن. معقول نوصل لبنان وما ناكلش حلاوه جبن؟ اكيد مش رح ناكل حلاوه الجبن هنا في بيروت، لانه حلاوه الجبن في لها عاصمه في لبنان. عاصمه حلاوه الجبن اللبنانيه هي وين؟ طرابلس. هنا طرابلس، ولكن صح جايين على طرابلس، طاربين مشوار من بيروت على طرابلس عشان حلاوه الجبن تحديدا، بس مش منطق نصير واصلين على طرابلس وقريب المينا تحديدا وما نطلعش باكله سمك. يا بعرف طولت عليكم على حالي، مش رح نطول كثير، مش رح ناكل سفره سمك كبيره، ان شاء الله بنسويها مره جايه في حلقه جايه، لكن ناكل اكله سمك خفيفه، ناكل سندويشات سمك من عند ابو فادي. يا ساتر يا ساتر، اجينا ناكل سندويشه سمك، طلعت سندويشه سمك، اللهم صل على النبي. هاي بتنعطاش لواحد ماكل كل الاشياء اللي باكلينها من الصبح.
بس يلا معلش معلش. طيب نبدا باول سندويشه اللي هي سمك الحره، لقب المطعم على فكره ملك السمك الحره. كيف في مطاعم ملك الطاووق وملك الشاورما، احنا هون عند ملك السمك الحره. مش سندويشه السمك اللي الواحد متخيلها انه حيلاقي سمكه جوا خبزه، لا لا لا. اول شغله السمكه نفسها معمول منها اشي تاني، اشي اسمه طاجن حتى بسموه، اللي هو هيك معجون بيشبه بيشبه البابا غنوج، بيشبه متبل البتنجان. السمكة نفسها مهروسة ومخلوطة اعتقد بطحينة، مخلوطة باشياء تانية. صراحة هيك شغلة مفروض انها تكون بتنباع في المطاعم اللبنانية في كل مكان. تاني سندويشة، يلا قربنا نخلص قربنا نخلص. سندويشة ثمار البحر اللي هو ميكس، والله لساتها سخنة. يخشوف اشياء بسيطة بتعمل فرق هيك. انا هاي قناعة شخصية بالنسبة لي. التوستر اللي بحمص فيه مش توسترات الكهرباء اللي عنا اياها بالبيت، توستر غاز من تحت. طيب سندويشه هاي اللي هي ثمار البحر، اللي هو كل شيء بحري موجود يمكن بلبنان محطوط بهاي السندويشه. اخيرا وبعد يوم طويل واكل كتير، ختامها حلاوه جبن. يا جماعه احنا جايين على طرابلس عشان حلاوه الجبن، مش بس عشان ناكل حلاوه جبن، عشان اكلها في مكان معين انا ماكل فيه في اماكن تانية او في دول تانية اللي هو الحلاب، لكن احنا هون صرنا جايين عشان ناكل في الاصل، ناكل في القصر. مش بس الاصل، الاصل والقصر تبع الحلاب، مكان فاتح من الثمانينات، مش الثمانينات اللي انولدنا فيها، الثمانينات اللي قبليها، يعني من اكثر من 100 سنه المكان قاعد بيعمل حلاوه جبن. بكفي كلام، خلينا نروح ناكل، خلينا نروح ناكل ونختم الحلقه على خير. اول معلومه مهمه هو انه حلاوه الجبن الطريقه التقليديه هون في طرابلس هي مش بالطريقه اللي متعودين عليها، هاي الرولات هاي اللي زي هيك، لا هي بتنعمل من شرحات حلاوه الجبن نفسها، بعدين بنحط فوقيها القشطه وبنحط فوقيها المكسرات. هاي هي الطريقه التقليديه، بعدين هاي على كلامهم هاي طريقه جديده. ثاني معلومه مهمه هو مش حنقعد نحكي معلومات، احنا واصلين طرابلس عشان ناكل حلاوه جبن وقت المعلومات الحين، خلينا ناكل بعدين نحكي معلومات، لسه قاعد بحكي. لا والله ما بنحكي كلمة قبل ما الصحن يخلص، مش بس يخلص، يخلص ونقشطه ونجليه كمان. اللهم صل على النبي، يا أخي الواحد ما بيكسبش سمعة من فراغ. طيب تاني معلومة حلاوة جبن أنا عن جد بديت أصدع، هي إنه للأمانة العلمية يقال أو حسب ما اللي أنا فهمته حتى من أهل لبنان إنه حلاوة الجبن أصلها سوري، ولكن لأنه مدينة طرابلس قريبة كتير على سوريا نوعا ما أخذوها منهم، عملوها بطريقتهم، أتقنوها جدا غير عن باقي لبنان. حلاوة الجبن يعني طرابلس، وانا مش ندمان ابدا على المشوار اللي قطعناه عشان نوصل لهذا المستوى. هاي طعمه ما بتتلاقى في اي مكان، لا والله. خلص اخر لقمه في الحلقه، خلصنا. تصبحوا على خير، شكرا لبنان، شكرا على كل الحب اللي في الاكل. تعرفوا هاي اللقمه، هاي الشغله بتلخص كل اللي شفناه اليوم في لبنان. نشوفكم في حلقه جديده، مكان جديد واكل جديد. تصبحوا على خير.